ليديز ممكن ترجعوا لورا بليز؟ ايوه خلاص كده كل واحده واقفه في مكانها. طب ان اللي ما بدل الخوته دي ما نكسر كل البلاط ونخلص. لا طبعا لو كسرنا هيسمعونا كده هنتكشف. طب انت هتعرفي البلاطه منين بقى؟ في القصه في الاخر ميكي لما عمل لدونجل كرش ملك. كرش ايه اسمه؟ كش ملك whatever. لما عمل له كده قال له على مربع الملك هذا المربع او كعك في الخطيئه وجعلني افوز، فهو ده المربع اللي هنحفر تحته. دلوقتي احنا هنقعد نلعب اللعبه لحد ما نلاقي المربع. صدقي والله ممكن جايز برضه. دلوقتي انتوا الفريق الابيض وانتوا الفريق الاسود، والصف اللي قدام هو العساكر، واللي ورا حضرتك طابية، حضرتك حصان، حضرتك فيل. معلش بس استاذنكم كل واحد يمثل الدور اللي هو عامله، يعني الحصان يعمل حصان، الفيل يأكت عنه فيل كده. يمثل ايه يعني؟ اللي دول مجرمين يعني، لو خالتي خلقها داء وسيبتهم علينا هيقتلونا. ايه اللي يمثل ويأكت؟ يأكت ايه؟ مش بيأكتوا. اوكي خلاص يلا نبتدي. العسكري الابيض اللي قدام الحصان يتحرك بلطين. الله، بنقول العسكري الابيض اللي قدام الحصان يتحرك بلطين. لا 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 الله. حضرتك يا طنط، حضرتك نمبر 2. انا ايوه حضرتك. حضرتك في فريق ايه؟ الابيض. ودورك ايه؟ انا العسكري الابيض. واللي وراكي دي ايه؟ حصان ابيض. يبقى تتفضلي تتحركي بلطين. ما تتحركي بقى بلاتين، ما تبقيش غبية. حاضر اف حاضر. ثانك يو صباح. تاني حاجة، العسكري الأسود اللي قدام الوزير يتحرك بلاتين. لا لا إله إلا الله يا جماعة، انتوا ضاربين ايه؟ بنقول العسكري الأسود يتنقي اللي قدام الوزير يتحرك بلاتين. ما تخلوناش نعملها معاكم بقى. ما تخلصي يا اختي انت وهي، مستحملاكم بس عشان الست صباح. انا ممكن اشيكوا في وشكوا عادي يعني. اسفه اسفه يا ست الكل اسفه. وانت يا اختي اطلعي كده. اوكي تالت حاجه، الفيل الابيض يتحرك دايجونال يمين. مش هيفهموا هم ايه ده دايجونال ده. اشرحي لهم انت. الفيل الابيض يعني ايه دايجونال؟ دايجونال يمين يعني كده. اه ساند بوكسه. ساند بوكسه. الفيل الابيض يتحرك ساند بوكسه يمين. رابع حاجة، الفيل الأسود يقتل العسكري الأبيض. لا تعملي ايه؟ استني يا ولادي بتعملي ايه؟ ما انت قلتيلي اقتليها. لا اقتليها ايه؟ ما قلتش اقتليها، اقفي مكانها بس. اهربي يا حاجة بسرعة اهربي. موتك. العسكري اللي قدام الطابية البيضاء ياخد خطوتين. اوعي تقتليها. الوزير الأسود يتحرك ثلاث خطوات وكش مات. يلا بقى يا خالتي قومي من هنا. يلا فين؟ أنا تعبت، روحي تعالي ارجعي اطلعي، مش رايحة حتة. لا خلاص يا صباح اللعبة خلصت. خلصت خلاص؟ أيوه. ومين اللي كسب؟ أنتِ، أنتِ الكوين بتاعتنا. يلا كلنا نسقف لصباح يا جماعة. بتاعتكم. ايوه شكرا يا جماعه. يلا يا جماعه اتكلوا على الله، كل واحد يشوف مصلحته. اروح فين بقى؟ اقعدي بقى هنا لحد ما نخلص ونقول لك. طيب شيرين، هي دي البلاطه يا رب. طب اوعي لي بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي دكتوره البلاطه عندها حاجه؟ لا مفيش حاجه، البلاطه بتسهل بس. يا ظريفه استني، تقريبا البلاطة دي تحتيها حاجة. طب دلوقتي احنا محتاجين حاجة عشان نكسرها بيها. خالتي اه معاكي حاجة اكسر بيها البلاطة دي؟ يا مسامح اموري يا حبيبتي،
معاكي حاجة يا اختي نكسر بيها؟ هشوف لك. انت ورث ايه بقى؟ اهو لقيت لك شاكوش اهو. طب لو سمحتي معاكي شاكوش تاني عشان انا كمان عايزه اكسر معاها. ده انت طلباتك كتيره بقى، ما بصيلك. لقيت لك واحد صغير اهو. ايوه صعب قوي. برافو برافو. طب ما تساعديني. الحمد لله. شيلي دي شيلي دي. يا كي يس. استني في كيس اهو. لقيتي؟ في حاجه في حاجه. براحه براحه براحه. شو انت؟ ده بجد؟ لا لا اكيد مش بجد. اكيد مش بجد يا نيلي. لا لا خلاص. لا 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 اكيد بتدوس. خلاص يا شيرين. لا يا نيلي. خلاص يا شيرين. لا يا نيلي اكيد بتدوس. لا خلاص. لا يا جدو يا خلص. لا لا يا جدو يا خلص. ثانك جاد ان في ميه. هاي شيرين حليتي كلمات المتقطعة؟ يا ستي اديني بقرة بنتسلى. بتتسلي ايه؟ مفيش وقت. ما حلتيش ليه؟ ليه مفيش وقت؟ ده المدة لسه طويلة. ده احنا لو قعدنا كل سنة نكتب حرف مش هنخلص مدة السجن اللي احنا قاعدينها. انت نيجاتيف قوي ليه كده؟ لا نيجاتيف ليه؟ ما الجو هادي اهو وجميل والهوا يرد الروح، والولية اللي هناك دي كل شوية عمالة تعمل بومبا ورا بومبا لغاية ما خلاص عمتني. اقولك يا نيلي عشان انا وانتي نبقى بوزيتيف، تعالي نتخيل بقى ان العسكري جه على الباب هنا وخبط قال نيلي وشيرهان افراج، وطلعنا انا وانتي بقى بالمجله الجميله دي حلينا الكلمات المتقاطعه. تفتكر هنلاقي فلوس؟ ابدا. هتلاقي عدد تاني وعدد ورا عدد. وبصي بقى ايماجينيشن، هتلاقي بقى عدد جديد مثلا في مقلب زباله والتاني في خرابه. لا 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 يا شيرهان انتي محبطه قوي. مالكوا قاعدين مبوزين كده ليه وضاربين لي بوز بلبس الغربان اللي انتوا لابسينه ده؟ ما تنبسطوا كده. عندك سجاير يا ام سامح؟ سجاير ايه؟ اللي ام ازرق ولا ازرق؟ عين. خدي يا حبيبتي. تعيش. خدي ولاعه تاني كمان. يلا. خالتي ام سامح والنبي والنبي الاقيش عندك شاحن سامسونج وشويه مسحوق غسيل؟ هشوف لك. يا رب يخليك. الهدية دي ما بحبهاش. خد هاد الشاحن وادي ده اخر راح. ماشي حبيبي شكرا. ام سامح يا اختي ما تشوفي كده جاتلي جوابات؟ لا يا اختي ما فيش جوابات. البوست هتيجي بعد ساعه. ماشي. عايزين حاجه يا بنات؟ خالتي شوفي عند ام سامح كده في مانجا. عندك مانجا يا ام سامح؟ قولي لها عايزاها صحيحه ولا عصير؟ صحيحة ولا عصير؟ لا عصير. عصير. أشوف لك يا أختي. يا رب تلاقي مانجا. تفضلي. شكرا يا أم سماح. مش معقول أم سماح أنت بتفكريني بواحدة كانت بتطلع في الأفلام زمان بحبها قوي اسمها ماري بوبينز. طب أم سماح أنا هطلب منك طلب صعب جدا. عندك فانيلا لاتيه؟ عينيا يا حبيبتي. خد تاني. اشربي يا اختي بالعنب والشيفه. طب انا عايزاه بفوم. هاتي يا اختي. شوفي اخرتها. خدي يا حبيبتي. شيرين انا جات لي فكره فظيعه. خطه معتمده على ام سماح. ام سماح ممكن تيجي معايا ثانية عشان أنا عايزة أدور في الكشك بنفسي على حاجة؟ عينيا يا أختي. يلا. على إذنك يا أختي. بدالي كل حتة.